كمان من ضمن الجلسات اللي اتعملت في مؤتمر المناخ على منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء جلسة بعنوان العنف القائم على النوع المجتمعي، وده بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وكمان بتربط بين تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي خاصة تجاه المرأة، كمان تسليط الضوء على دور الفن والسينما في تعزيز الصحة أو صحة العمل المناخي والقضاء على العنف. منصة منتدى شباب العالم في المنطقة الخضراء عقدت جلسة هامة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ تحت عنوان العنف القائم على النوع المجتمعي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر والدكتورة هبة أبو بكر منسق المشاركة المجتمعية بالصحة بمنظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الدكتورة عزة كامل مؤسس شركة تقنيات الاتصال الملائمة للتنمية وسلمى دهب منسق وحدة النوع الاجتماعي ببعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر. شهدت الجلسة إبراز الروابط بين تغير المناخ والعنف القائم على النوع الاجتماعي والصحة وخاصة تجاه المرأة، فضلاً عن تسليط الضوء على دور الفن والسينما في تعزيز الصحة والرفاهية والعمل المناخي والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. واختتم الحضور حديثهم مؤكدين على الاحتياج للفن لتوصيل الأفكار التوعوية إلى المجتمع ككل وخاصة المجتمعات الفقيرة والمهمشة من خلال صناعة أفلام بسيطة تحدث تغييراً وتبرز الدور التوعوي للسينما.